اهلا وسهلا بيكم في الحلقه رقم 1 من سلسله حلقات يلا ثالثه ابتدائي الترم الاول. ان شاء الله النهارده في البرنامج بتاعنا هنبدا في اول حلقه بعنوان الفيوتشر سامبل. يلا بينا نشوف الدرس ده عباره عن ايه، واحده واحده هنفهم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الفيوتشر سامبل. طيب هو ايه المقصود يا مستر محمد بالكلام ده؟ يعني ايه future symbol؟ future symbol ده معناه المستقبل. يعني ايه المستقبل؟ المستقبل ده اللي هي الشيء اللي لسه هيحصل، يعني حاجة لسه هتحصل. طيب يعني مثلا على سبيل المثال كده بالعربي، انا امبارح كنت بلعب كورة، ده ايه معناه؟ ايه معناه؟ ان انا خلاص ايه لعبت وانتهيت. طيب انا دلوقتي بشرح الدرس، ده معناه ايه؟ معناه ان شيء ايه مستمر. طيب الاسبوع اللي جاي انتوا هتشوفوا برنامج جديد على القناة بتاعت اليوتيوب، يبقى ده الايه؟ المستقبل. يبقى المستقبل ده بالعربي كده حاجة لسه هتحصل، يعني خلاص، يعني مفيش اي ايه امكانية ان انا ايه اقول ان الحاجة حصلت او لسه بتحصل دلوقتي، لا دي لسه انا ما عملتهاش. تمام كده؟ طيب النهاردة في الدرس بتاعنا بتاع المستقبل ده محتاج اعرف شوية كده ايه حاجات عن المستقبل ده. طيب ايه هي شوية الحاجات اللي انا عايز اعرفها؟ رقم 1، انا عايز اعرف حاجة اسمها الفورم. طيب دي رقم 1. رقم 2، عايز اعرف حاجة اسمها اليوسج. ورقم 3، عايز اعرف حاجة اسمها الكي ووردز. طيب واحدة واحدة كده وفهمنا ايه اللي انت بتقوله ده. كلمة فورم دي يا ولاد معناها التكوين، يعني الزمن اللي احنا هنشرحه ده بيتكون من ايه؟ اعرف منين يا مستر محمد؟ من الجملة ان ده فيوتشر. طيب تاني حاجة الاستخدام. الله، طب انا خلاص عرفت هو بيتكون من ايه، اعرف امتى استخدمه، يعني ايه اللي يستدعي او اعرف ان الجملة دي محتاجة الزمن ده. تمام، ده اللي هنعرفه من كلمة يوسج. الكي ووردز دي اللي هي الكلمات الدالة على الزمن. يعني ايه كلمات دالة؟ كلمات دالة هي عبارة عن مفاتيح، المفاتيح دي بنلاقيها في الجملة بتساعدني ان انا احدد الزمن. تمام، بس الاهم من الكي ووردز دي ان انا افهم الجملة عايزة ايه. تمام كده، بس ده مجرد عامل مساعد بيساعدني ان هو يقول لي ان ده هو ايه الفيوتشر سامبل او الايه المستقبل. تمام كده. طيب بعد ما عرفنا ان احنا عندنا ثلاث حاجات دول، نعرف بقى كل واحده منهم بالتفصيل واحده واحده. الفورم دي اللي هي التكوين بيتكون من ويل. بيتكون من مين؟ من ويل. ويل دي ممكن اكتبها بالشكل ده او اكتبها بالشكل ده، يعني الاثنين اوكي مفيش مشكله، عشان مفيش حد لما يجي يلاقي دبل ال وفوقيها ابوستروف يقول ايه ده، مش عارف ايه ده، لا هو هو، يعني دي بتساوي دي. ناخد مثال، ناخد مثال I will go to school tomorrow. انا بكره هروح المدرسه. الكلام ده فين؟ غدا، بكره، يعني لسه هيحصل. استعملت مين؟ استعملت ويل. تمام كده؟ نفس الجملة ممكن اكتبها بالشكل ده I will go to school tomorrow. انا بكرة هروح الايه؟ المدرسة. يبقى الاختصار ده بيساوي بالظبط اللي فوقيه، يبقى كده مفيش اي مشكلة. يبقى رقم 1، عرفت ان هو بيتكون من ويل بالشكل ده او بالشكل ايه التاني. تاني حاجة، احنا عندنا ويل ديت اول ما بنلاقيها لازم يجي بعدها الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ الاختصار ده يعني المصدر. الله، يعني ايه مصدر؟ انا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوله ده. احنا يا ولاد عندنا الافعال في الانجليش متقسمة لثلاث حاجات. يعني ايه متقسمة لثلاث حاجات؟ مثلا فعل زي جو لو يذهب، ده كده ايه؟ مضارع. طيب التصريف التاني بقى بتاعه ايه؟ went. التصريف التالت gone.
أي زمن في الإنجليش ليه ثلاث أشكال. عشان أستعمل will دي بتحب دايما الشكل الأولاني اللي هو اسمه الانفينيتيف أو المصدر. فكلمة انفينيتيف ده معناها هي الشكل الأول منين؟ من الفعل اللي هو اللي احنا قدامنا ده. خلاص كده؟ طيب يبقى كده الفورم بتاعتنا بتتكون من will بالشكل ده أو بالاختصار ده، وعرفنا ان لازم بعد will هيجي الايه؟ المصدر. طيب بعد ده هنستعمل ايه بقى بعدها؟ هنستعمل الاستخدام. احنا بنستعمله ايه؟ بنستعمل المستقبل ده في شيء لسه هيحصل فين؟ في المستقبل. يبقى للتعبير، للايه؟ للتعبير عن حدث سوف يحدث فين؟ في المستقبل. حاجة هتحصل فين؟ في المستقبل. مدينا مثال. طيب على سبيل المثال انا بقول لكم ان شاء الله السنة الجاية انا هسافر امريكا. السنة الجاية دي ايه؟ دي لسه هتيجي. فبقول ايه؟ next year I will travel to USA مثلا. تمام؟ هسافر امريكا. تمام كده؟ طيب هنا next ايه؟ year. حاجة فين؟ في المستقبل، يعني لسه هتحصل. جي معاها مين؟ will جي بعدها كلمة مين؟ travel. travel دي اهي في الانفينيتيف، يعني فين في الانفينيتيف ده؟ في المصدر. ده كده معناه ان انا لسه هسافر. خلاص ده كده للتعبير عن شيء هيحصل فين؟ في المستقبل. طيب الحاجة الاخيرة بقى الكيوردز بتاعتني ايه، او الحاجات المفاتيح اللي بتساعدني ان انا احدد الزمن ده ايه؟ لما الاقي كلمة next بكل اشكالها، next year، next day، next month، اي حاجة بعد كلمة next. يعني next بعدها فترة، بعدها ايه؟ فترة. تاني حاجة كلمة tomorrow يعني بكرة. خلاص كده؟ غدا. ماشي؟ ودايما بيجي معاها كلمة I think، يعني انا اعتقد، انا اعتقد ان فلان هكذا. يبقى كلمة I think دي دايما بتبقى موجودة فين؟ ها؟ في الكلمات بتاعت present ايه؟ future ايه؟ simple. تمام كده؟ طيب يبقى الاختصار بتاعنا النهاردة future simple اللي هو المستقبل ليه ثلاث حاجات عايز اعرفه. رقم واحد التكوين، قلنا ان التكوين من will بالشكل ده او ده. تاني حاجة usage اللي هو الاستخدام، الاستخدام بتاعنا ده اللي هو شيء يعبر عن ايه؟ حاجة تحصل فين؟ ها؟ في المستقبل. تالت حاجة keywords اللي هي الكلمات اللي انا اول ما اشوفها بعرف ان ده على طول ايه؟ future simple، ودي كلمات اهي. خلاص كده؟ طيب هناخد مثال هنا كده صغنن نختم بيه ونشوف الناس فاهمة معايا ولا لا. لو انا مثلا قلت I traveled to Cairo yesterday، انا سافرت القاهرة امبارح، وطلب مني ان انا استعمل كلمة tomorrow اللي هي بكرة، هعملها ازاي؟ ها tomorrow دي حاجة من الحاجات اللي بتعبر عن المستقبل بدليل ان هي في الكلمات الدالة. طيب هعمل ايه؟ سهلة قوي، ادي I وهنحط بعد I mean ها will، وبعد will بنجيب المصدر من الفيرب ده اللي هو mean travel to ايه؟ to Cairo، ونكتب كلمة tomorrow في الاخر. وبكده ان احنا حولنا ده لده من الماضي لمين؟ لمستقبل. ده كده كان درسنا النهاردة، أتمنى يكون سهل عليكم، ويكون إن شاء الله أنتوا استفدتوا من الحلقة بتاعت النهاردة. أشوفكم بإذن الله في الحلقة اللي جاية، تابعوني باستمرار عشان نخلص المنهج بسلاسة.